واحد السلام على الاخوان هانين زيان. انا ما اسقل فيديو جديد اليوم عندنا رجلين ولما ان شاء الله غتكون حصه معانا موتيفاسيون. كنت بغيت نمشي الصباح بكري شويه ساعه شي نقلينا شي افيرات ركزوا مع هاد الحصه هادي راه ناضيه الدراري والبنات او معنا. التمرين الاول اخوتي سكوات، هذا غادي ندير فيه تقريبا 8 ديال السيريات، 20 تكرار حتى 10 ديال التكرارات. هاد التمرين هذا ما كنبغيش نتقل فيه حيت ما عنديش الصمطه و خصك تهبط حتى لتحت، ما تهبطش الزاويه 90، تهبط حتى لتحت بحال غادي تقفز. هو تقريبا هاد التمرين هذا كيخدموه الناس بلا سبرديل، انا ما مولفش نخدم حفيان الصراحه في السكوات، وهي من الاحسن الاحسن بعد ما يخدم حفيان، انا ما مولف الصراحه. هو الواحد الا بغيتي تخدم هاد التمرين هذا خصك تكون حيد السبرديل كما شفتو، كنحاول نسكويزي لتحت مزيان واحد 2 سكون 3 سكون تنسكويزي فيها لتحت هكا مزيان تنطلع. التمرين الثاني هاك سكوات، انا خدمته بالمقلوب، هو خصك تخدمو بحال كتشوف في الحيط، انا بغيت نخدمو عكسي. هاد التمرين هذا هو راه مهم، درت فيه تقريبا 8 ديال السيريات تكرار 15 حتى 8، كتحاول تهبط شويه وما تطلعش. التمرين الثالث تقريبا درت فيه 5 ديال السيريات تكرار 15 حتى 8، هاد التمرين سكوات القدام، ملي تحاول تطلع تحاول تسكويزي واحد 3 سكوند بحال هاكا سكويزي مزيان. التمرين الرابع ليك بريس، التمرين الرابع تقريبا درت فيه 6 ديال السيريات، والسيري الاخر غادي نخدمو دروب ساش، درت 15 ديال التكرار حتى 8 ديال التكرارات، كنحاول نخدم ونسكويزي شويه باش تخدم سكوات وتخدم لمار. في الدروب سات هنا تقريبا غادي نبدا الدروب سات ديالي، غادي ندير 8 ديال لي بوان وغادي نبدا نقص ب 20 كيلو ب 20 كيلو. الدروب سات الاول 8 ديال لي بوان، غادي نقصوا ليا الدراري 20 في 20، السيري الثاني ديال التروب غادي نحاول نفوت داك العدد ديال 8 ديال لي بوان، غنحاول ندير 9 ديال لي بوان باش نمشي اكزاكتلي. السيري الاخر ديال التروب غادي نحاول نخدم فري، هي قد ما درتي التكرارات المهم تفوت ديك 9 ديال لي بوان، تقريبا هنا درت شي 10 ديال لي بوان بحال هكاك، راه ما يمكنش راه ما يمكنش، راه شويه قاصحه شويه صعيبه ولكن الحمد لله الله يبارك. سالينا الدروب سات ديالنا غادي ندوز هنا، دزنا للتمرين ديال لي مول، درت 6 ديال السيريات والسيري الاخر خدمتو دروب سات، تقريبا درت واحد 12 ديال لي بوان، وفي السيري الاخر غادي نخدم دروب سات. دروب سات دخل في اي ميسكل راه مهمه، راه كديفلوبي اي عضله، اي عضله عندك ناعسه الا عطيتيها الدروب راه تفيق بزز منها، هي شويه ديال الصبر شويه ديال الاجتهاد وبنادم راه غادي يوصل داك الشيء اللي باغي. هنا غادي نتوكلوا على الله وغادي ندوزوا للدروب سات ديالنا، السيري الاول ديال الدروب تخدم شويه متقلين الله يبارك، غادي نبدا نقص شويه بشويه
وغنحاول نزيد في لي بوين. تسكويزي مزيان العضلة وترتاح وتجبد، راه تشوفوا الخدمة كيفاش كتخدم عضلة السمانة اللي كنسموه هنا لي مولي، ما تهملوهمش راه مهمين في الرجلين، راه الا خدمتيهم مزيان وعطيتيهم الوقت ديالهم راه يفيقوا. هما شويه صعاب ولكن خصهم شويه ديال الخدمه وشويه ديال الخاطر. هنا غادي نحاول نبدا نقص باش نكمل الطروب سات ديالي. درت تقريبا التمرين واحد في المورا حيتاش الوقت ما عارف الخدمه هذه ما تيكفاكش الوقت. الحمد لله دازت حصه مزيانه، نتمنوا تكونوا باش لي زامي دازت حصه مزيانه. ضربنا اليوم الرجيلات مع المالا، دروب خدمت الدروب في الماكينه ديال البريس، عاونوني الدراري الله تحياتي ليهم. نمشيو نضربوا الروبا ديالنا، خدمت شويه الدروب في المالا وفي البريسا ديال السكوات تاع الشانطي. تحياتي للرجال اللي عاونونا، واحد الاخ هو تشجعوا، المهم راكم عارفين على حساب البلان وما هو. غادي نضربوا الروبا، ديال ولاد الناس قبلوا عندنا وصافي على حساب البيت يا خوتي، فهمتيني؟ لمن استطاع لي سبيلا تحياتي. انيا واش الشيء اللي كاين؟ احنا في عاصمه ديال الربا. جينا عند الاخ حميد، ها هو. تحياتي يا اخي حميد، تيتهلا فيا الزيد، تيتهلا فينا السي محمد حتى هو، راه هو الله يحفظك اخي محمد، احسن محمد في العالم. نضربوا الروبه ديالنا عاد نمشيو نضربها ان شاء الله. داس حصه مزيانه كما قلت لكم، خدمت ويلي علاش خرجت عليه؟ ويلي شافوا شي وحدين ولا مالو؟ كما قلت لكم ضربنا حصه ديال الرجيلات، داكشي خفيف طريف في البريس. درت دروب بزاف مزيانه، مره الواحد يدخلها في الحصه ديالو، اي عضله سدار نهار كتاب يدين. ودرتها في الماله، التمارين راه زويونين خفاف ظراف، بلاد ما يتشقرش ما يفورسيش على راسو. وهذا ما كان، نساو اللايكات سبسكرايب بارطاجي، نهزو شويه القناه واخا التفاهه مسيطره، ولكن حنا ماشي سوقنا في داك الشيء. حنا بغينا الموتيفاسيون، بغينا الشباب يتريني على روحو، بغينا كلشي يتريني، كلشي تهلا في راسو، كلشي تهلا في صحيحتو، تبعدو من البلاوي وان شاء الله ربي راه غيسرا غير صبر شويه ونتسناو الروبا، نشاركو معاكم الروبا ديالنا. كفيتا شويه ديال التشاش، الله يجعل البركه ديال الناس الدراوش. مره هاكا مره ماشي يكون تشكون القضية زاهية، راه ناخدو شوية الحوش، إلا تكون مرة قضية هكا شوية ديال المهم بنادم يديباني وداكشي اللي قسم الله يرضى. والحمد لله على كل حال، والحمد لله على هاد النعمة اللي عطينا سيدي ربي ديال الصحيحة. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، ديما بنادم يحمد الله والشكر لله، حيت الصحة راه نعمة. الله إلا عرفتي رديت الدراعات وحق الله، رديت العادة من هاد الحصة الحلوة. الروبا شوية دجاج شوية الكفتة، الله يجعل البركة.
والله خويا الى عنده فهو واحد بزاف ولا انت ما تدير فوائد دير فوائد شحمه البقري مشويه ونبيع الشراء ونبيع الشراء وغتشوف سيمو فيزا منين كانوا دابا عندي 3 وصايرين زيد واو والله ما يمكن بالعكس لي واحد المطعم واو هاد الحصه واو